قصة حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. سامي فهمي. سامي فهمي فنان كوميدي اقتنع بيه فنانين الكوميديا الكبار، عشان كده اشترك مع أكتر من فنان كوميدي. مسيرته الفنية قصيرة جدا بسبب الجنان، وده اللي صرح بيه في أكتر من حوار صحفي وتلفزيوني، وده كمان اللي هتعرفوه في حلقة النهاردة، وإزاي الجنان كان السبب في تركه التمثيل، المهنة الوحيدة اللي حبها، وإيه اللي عمله بعد ما ساب الفن. حلقة جميلة ومليانة معلومات وأخبار عن الفنان اللي حبيناه وغاب عننا كتير، الفنان سامي فهمي. فتابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. تاريخ ميلاد الفنان الكوميدي سامي فهمي مش معروف ومش مكتوب في قاعدة بيانات الفنان. حبه للفن من وهو طفل خلاه يقرر يدرس الفن، بس المفضلة كانت بين المعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد السينما، وبصراحة هو ما كانش مهتم يدرس أي حاجة متعلقة بالفن غير الإخراج، ولأنه كان بيحب الإخراج جداً في النهاية قرر أنه يدرس في معهد الفنون المسرحية. اتخرج سنة 1974، بس ظهوره الأول كان وهو لسه طالب في المعهد، بالتحديد في فيلم زائر الفجر. الفيلم من أفلام التشويق والإثارة، وقدم فيه الفنان سامي فهمي دور كوميدي خفيف، ومن الفيلم ده كانت بداية انطلاق الفنان سامي فهمي. في تاني سنة قدم الدور اللي حقق بيه النجاح والشهرة وكمان إشادة النقاد والجماهير، فقدم دور شاكر فضله في مسلسل فرصة العمر مع نجم الكوميديا محمد صبحي. وبسبب نجاح الدور ده فضلت الجماهير والناس في الشارع تناديه باسم شاكر فضله عشان يتأكد انه نجح في أول اختبار حقيقي ليه. سلطان ده الدور اللي كلنا فاكرينه للفنان سامي فهمي لحد دلوقتي في المسلسل الكوميدي حكاية ميزو مع الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، وبرضو الدور نجح نجاح كبير عشان يقدم بعد كده مجموعة من الأعمال الفنية من منتصف السبعينات لحد أول الثمانينات، ومن ضمن الأعمال اللي قدمها مسلسل برج الحظ وفيلم الشك يا حبيبي ومسرحية الدخول بالملابس الرسمية، مسلسل زينب والعرش، وقدم كمان مسلسل الأيام رائعة الفنان أحمد زكي عن قصة عميد الأدب العربي طه حسين، ومسلسل عش المجانين، وده كان آخر عمل فني ظهر فيه عشان بعدها ياخد قرار هيغير مجرى حياته تماماً. في أول التقرير كنا ذكرنا إن الفنان سامي فهمي كان بيحب الإخراج وكان بيتمنى إنه يدرسه وكمان يشتغل فيه، وفي الوقت ده كلم الفنان حسين فهمي اللي كان دارس إخراج في أمريكا وراجع مصر عشان يدخل المجال الفني، فكلمه عشان ياخد بمشورته ويعمل إيه، وخصوصاً إن الفنان حسين فهمي في الأصل مخرج. فالفنان حسين فهمي قال له سافر أمريكا سنة واحدة ادرس الإخراج وتعالى، والفنان حسين فهمي ما كانش يعرف ان بنصيحته لي هيسيب الفن وتتغير حياته خالص. فعلا الفنان سامي سافر امريكا وقرر انه يدرس اخراج، ولان ما كانش معاه فلوس كافية للدراسة فطبعا كان لازم يشتغل في اي مكان، فاشتغل الفنان سامي في مكان لبيع القهوة والسندوتشات وكان بيدرس الاخراج في نفس الوقت. بس مع الوقت لقى نفسه بينسحب من حياة الفن والفنانين وبيتعمق اكتر في مجال الطهي والاكلات، وفي لحظة جنون على حد تعبيره قرر انه هيسيب الفن ويركز في مجال المأكولات، ولقى نفسه جدا في المجال ده، وعشان كده قرار سفره لأمريكا لمدة سنة امتد لأكتر من 30 سنة. فالفنان سامي فهمي فضل متواجد في أمريكا لأكتر من 30 سنة، وتحول من الفنان سامي لعمدة المصريين في أمريكا، ولقب عمدة المصريين وراه قصة جميلة. فالفنان سامي بعد استقراره في أمريكا قرر أنه يفتح مطعم، وده المجال اللي لقى فيه نفسه جدا، والمطعم بقى سلسلة مطاعم كتير كل اللي شغالين فيها من المصريين، وكمان بدأ يعمل رابطة للمصريين الموجودين في أمريكا عشان يساعدوا بعض، ومع الخدمات اللي كان بيقدمها للمصريين حصل على لقب عمدة المصريين. بعد أكتر من 30 سنة وبعد ما الجنان مراح على حد تعبير الفنان سامي،
قرر إنه يرجع مصر عشان يشترك في مسلسل أنا عندي حلم سنة 2010، ويقرر وقتها إنه يستقر في مصر ويسافر أمريكا من وقت للتاني. ودلوقتي عزيزي المشاهد، لو الفنان سامي فهمي ما أخدش بنصيحة حسين فهمي وما سافرش أمريكا، يا ترى كان ممكن نشوفه نجم شباك زي كبار الفنانين؟ كان معاكم رشا رجب.